بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم المهندس أحمد عبد الرحمن رياض، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض المحاضرة الأولى من السلسلة المتخصصة في تقنيات الفواصل. المرحلة الثانية إن شاء الله اللي بتليها هي برضو سلسلة متخصصة لكن في الإكسبريشنز أو البرمجة داخل الأدوبي أفتر إفكتس. المرحلة الأولى أنا يمكن تعمدت أتكلم فيها عن حاجة مهمة أوي في الديزاين، اللي هي إزاي تعمل الخلفيات أو الباك جراوندز، لأن في ناس كتيرة جدا بتشتغل يعني ديزاين كويس لكن بتلجأ إنها تجيب خلفية جاهزة من الأفتر أو تستعين بمشاريع مفتوحة وتاخد منها الخلفية وتحطها وخلاص. عشان كده على مدى حوالي 8 محاضرات او 10 محاضرات ان شاء الله هكلمكم عن تقنيات صناعة الخلفيات، ازاي نعمل خلفية نستخدم فيها افكتات كتير، وهنستخدم فيها بارتكلز، هنستخدم فيها نويز، هنستخدم فيها ديسبليسمنت، هنستخدم فيها تربيولنت ديسبليس، هنستخدم حاجات كتيرة جدا. وبعد كده طبعا ده الديزاين ده مسألة بترجع ليه خيالك انت وتصميمك انت. النهاردة ان شاء الله هنجرب نعمل مع بعض خلفية زي اللي قدامنا دي. احنا بنشوف الخلفية دي جاهزة تمام، لكن ازاي ان احنا نعملها ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. زي ما انت شايف زي اشعة مضيئة كده وفيها حركة سموز. على فكرة الخلفية دي تقدر انك انت تعملها بكذا شكل بنفس التكنيك، يعني مجرد تغيير بسيط قوي تديك نوع تاني خالص من الخلفية. طبعا اللي يشوف الخطوط المضيئة دي يقول لك ده يا اما ستروك يا اما ماسك وماشي عليه 3D ستروك والكلام ده كله، هو مش ده خالص. نبدأ نتكلم ازاي عملناها. اول حاجة اروح لكومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، واختار منها اللي تعجبني او الكومبوزيشن اللي انا عايز اشتغل عليها. انا ان كان عليا انا اشتغلت على الوار سكرين سكوير بيكسلز، انت زي ما تحب تشتغل، دي بترجع لك انت. ممكن تشتغل على ال HDV بس هتبقى كبيرة قوي في الرندر، لكن علشان نرندر بسرعة نشتغل على سكوير بيكسلز احسن ونعمل اوكي. بعد كده هنروح للاير نيو سوليد، نختار الاسم اللي يعجبنا وفي نفس الوقت ميكوم سايز، ونختار اللون اللي يعجبنا. انا مثلا عملتها المرة اللي فاتت ازرق، وليكن المرة دي نعملها يعني فيها اللون البرتقاني شوية ونعمل اوكي. بعد كده من الافكتات المشهورة جدا في موضوع الخلفيات بالذات اللي هو الفراكتال نويز. بالمناسبة الفراكتال نويز هنتعرض له في الموضوع ده كتير جدا، فخلوا بالكم افكت جميل واستغلالاته واستخداماته كتيرة جدا جدا جدا. ادي الفراكتال نويز. الفراكتال طيب ده اللي هو نوع الفراكتال نويز اللي نازل هنا، في انواع كتيرة مع تغييرها الخلفية دي تقدر ان انت تغيرها. انا مثلا في الخلفية اللي فاتت خدت تربولنت شارب، لكن انا هوريها لكم مثلا على دايناميك بروجريسيف. دايناميك بروجريسيف في عندنا حاجة اسمها اللي هي النويز تايب اللي هو نوعه، في سوفت لينير وفي سبلاين، خلاص بيديها لك سموث شوية، في اللي هو اللينير بيديها لك فيها ديتيلز الى حد ما، في البلوكس بيديها لك كبلوكات زي ما انت شايف كده، بس دي استخدم معاها الانفرت. هنشتغل على سوفت لينير مثلا بالمنظر ده. بعد كده نيجي لترانسفورم، خلاص انا عايز خلفيه سموث زي ما انا زي ما انتم شفتوها كده. سموث دي يبقى لازم ان انا اخلي النويز ده هو رخر سموث. ازاي؟ ان انا اكبر السكيل بتاعه بالمنظر دوت كده. طبعا هتقول لي هو لسه ما جاش سموث، تمام، هقول لك ممكن تزود زي ما انت عايز. انا عملتها 1500، هي هنا 1540، خليها 1600 عشان ما بنحبش احنا الفكه دي. نيجي بعد كده على الكومبلكسيتي اللي هي الديتيلز. انا مش عايز ديتيلز كتير لان عايزها سموث، خليها مثلا 2 بالمنظر ده، بدات تبقى ناعمه. طب هتقول لي انت لو عملت كده ما اتحركتش، هقول لك لان اللي بيحرك
النويز حاجه من اتنين، يا اما اوف التربولانس ودي بتحركه في اتجاهات يا يمين يا شمال يا فوق يا تحت، يا اما حاجه اسمها الايفولوشنز. اللي هي ايه الايفولوشنز؟ اللي هي احلال الالوان محل بعضها، اللي هو ان اللون الاسود بيحل محل الابيض والابيض بيحل محل الاسود وهكذا. انا هحط كي فريم عند الايفولوشن واروح عند ال 15 ثانيه واقول له اعمل لي 3 دورات. يعني ايه؟ يعني خلوا بالكم عندكم هنا نظام الدرجات ونظام الدورات. نظام الدرجات اللي هو انا مثلا عايزه يعمل ايفولوشن بزاويه 45 90 مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن لو راح لزاويه 360 يبقى هو عمل دوره واحده. فيا اما انت تقول له مثلا اعمل لي 3 دورات، يعني يلف 3 لفات كل لفه 360 درجه، يا اما تحسبها زي ما انت تحب. يعني ما تلجاش للدورات دي الا اذا كنت هتخليه يلف لفه كامله. تعالى بعد كده حاجه اسمها ايفولوشن اوبشنز، ودي في حاجه اسمها سايكل ايفولوشن. يعني ايه سايكل ايفولوشن؟ لو علمت عليها كده، شفت الفريم الاولاني عامل ازاي؟ لو رحت الفريم الاخراني هتلاقيه هو هو. ليه؟ لانه عمل سايكلينج للايفولوشن بتاعته، يعني عمل دوره كامله للايفولوشن بتاعته. زي ما انت شايف كده هيبدا اهو، بتلاقي بيتغير بالراحه وسموز خالص. بس خلوا بالكم النوع بيفرق، خلوا بالكم نوع النويز بيفرق. بمعنى هي هنا عماله تتغير زي ما انتم شايفين. عارف لو انت جيت مثلا وقفت هنا وطلعت فوق وغيرت دايناميك بروجريسيف دي مثلا، خليتها سويرلي مثلا، بص شكل الخلفيه بدات تتغير، تمام؟ وهكذا سترينجز مثلا هتدي لك الاضواء دي. خلاص ده زي ما انت تحب، وليكن نخليها سترينجز بس نقلل السكيل حبه. اضغط شيفت عشان نقلله. شوف ده هتديك حاجه زي كده مثلا، انا اخليها مثلا بالشكل. عايز تغير التايب ممكن نخليه سبلاين، ممكن نخليه لينير، خلاص زي ما انت تحب. المهم طبعا الديزاين ده مجال التجربه فيه كتير جدا جدا جدا. ممكن ان احنا نخليها سميري، خلاص بالشكل ده بتديك شكل اورجانيك شويه. ممكن نخليها تربولنت شارب، خلاص بتدي لك الشكل اللي احنا كنا شايفينه من شويه. ولو عملنا انفرت خلاص هتدي لك خطوط مضيئه زي ما انت كنت شايف. بعد كده نيجي على سيبنا من سايكل، الراندوم سيد اللي هي العشوائيه في النويز اخليها 2، خلاص بحيث يديني حركه زياده شويه، تمام. ممكن اجي هنا اقول له بدل لينير اخليها سوفت لينير، بحيث يبقى التنقل ما هوش حد زي ما انتم شايفين. بصوا لو انا عملتها لينير بقى فيه زوايا حاده هنا، لكن لو انا عملتها سوفت لينير بقت عباره عن كيرفات. بعد كده بقى عايزين نلون الافكت بتاعنا ده. عشان نلونه هنروح على سي سي تونر. خلي بالكم ان سي سي تونر ما هوش موجود باي ديفولت في الادوبي افتر افكتس، لكن هو موجود في مجموعه السايكور، خلاص. ودي بتنزل من بره، يعني مش موجوده داخل الافتر. نسحب السي سي تونر على الباك جراوند بتاعتنا، هيديها اللون ده. انت براحتك بقى عندك الهايلايت مثلا اللي هي الالوان الفاتحه بالابيض، سيبها مثلا. عايز تغير غير، يعني ده بيرجع لك انت. الميد تون اللي هي الالوان الاساسيه، انما الشادو اللي هي الالوان الغامقه قوي او الوان الضد. انا عايز الميد تون بتاعي اللي يليق بقى، ممكن نديها برتقاني مثلا كده بحيث تدي شكل كويس. لو احنا جينا نحركها ادتني الشكل اللي انتوا شايفينه، والله طلعت احسن من اللي انا عاملها، ادتني الشكل دوت، تمام. بس تعالوا نظبط الشكل عن كده شويه. اول حاجه بس قبل ما اظبطه عايز ازوم خلاص واتاكد ان مفيش اي اخطاء في الديزاين بتاعي. ما اعتقدش ان في اخطاء الا في حته عايز اوريها لكم وانا لسه شايفها حالا. شايفين ده؟ شايفين التدريج ده؟ التدريج ده ناتج من حاجه، ان احنا شغالين على
الوان 8 بت، شغالين على الوان 8 بت. وانت عملت الت وضغطت كده، اه انا ضغطت على نيو كومبوزيشن، اضغط على ال 8 الت، اضغط على ال 8، شوف لما اشتغلت على الوان 16 بت عملت لك، ظبطت لك الدنيا بتاعتك خالص. فانت خلي بالك ان العيب ده مفيش افكت هيضيعهولك، ده انت شغال على الالوان بدل ما هي 16 خلاص تقلب الالوان ل 8، بدل ما هي 8 تقلبها ل 16. ادي شكل الخلفيه بتاعنا، هنكمل ما تخافوش هنكمل ده لسه. طيب نظبط اللون بتاعها بحيث نبين الابيض كانه مشع قوي خلاص، بحيث يبان ان هو كشعاع ضوء. نروح للكيرفز خلاص، وعلشان تبقوا عارفين الفرق بين الكيرفز والفرق بين الليفلز. الكيرفز بيظبط قنوات اللون قناه قناه، او بيظبطهم الثلاثه مع بعض، يا اما يفتحهم قوي يا يغمقهم قوي. لكن الليفلز بيظبط اللون العام على الكومبوزيشن بتاعتك او على الديزاين بتاعك. فانا مثلا هروح على الار جي بي، لما تحب تفتح تعلي المناطق الفاتحه قوي اشتغل في الجزء العلوي من الجراف ده. لما تحب انك انت تظبط الالوان الميد او الالوان الوسطيه اللي هي الالوان الاساسيه تشتغل في الجزء الوسطي ده. لما تحب انك انت تظبط تغمق او تفتح الوان الظل تشتغل في الجزء السفلي من الجراف. يعني انا مثلا هرفع الالوان العاليه قوي دي واقلل من تحت الالوان اللي هي الغامقه اه في مناطق الظل، وبرده نفس القصه في الالوان الوسطى، بس اقلل دي شويه كده خلاص وانزل. خلوا بالكم ان دي بتعلي اللي فوق، مش عايز دي خالص، مش مهم. انزل دي لتحت شويه بحيث ان انا اظهر شعاع الضوء بالمنظر ده كده. لو احنا بقى جينا نجرب نعمل صفر من لوحه المفاتيح، هنلاقي ان احنا لا استخدمنا جلو ولا استخدمنا اي حاجة خالص في الشغل بتاعنا. كل اللي احنا استخدمنا فراكتال نويز فقط لا غير، عشان يعمل لي الافكت اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا يعني انا مش عايز اقول ان المشاريع المفتوحة غلط خلاص، لان في ناس بتعتمد انها تاخد المشروع ترميه وتكتب فوقه او تغير فوقه شكرا على كده، وتقوم مطلعه الديزاين بتاعها ويقول لك انا عملت ديزاين. لكن جرب صمم بايدك، وعلى فكره يعني انت مش شرط ان انت تعمل اللي انا عملته، انا ممكن ان انا اوقف لك، نوقف الرندر. يعني احنا عملنا كده بتاع ثانيتين اهو خلاص، نوقف. ادي الخلفيه بتاعتك، والله احسن من الجاهزه ماشي. لو انت جيت كده فتحت الفراكتال نويز وقعدت تجرب في فراكتال تايب، يعني مثلا انا خدت تربولنت ده وخدت بدل سوفت لينير خليتها بلوكس بلوكات خلاص. بص ماشي، هنخليها سوفت لينير تاني، وبدل دي مثلا هختار دايناميك خلاص، ادتني شكل تاني. هختار سويرلي اللي انا كنت مختارها من شويه خلاص، ادتني شكل تاني. يعني انت ممكن تعمل كذا خلفيه من خلفيه واحده، كذا ديزاين. وكمان ايه، انت عندك كمان اللي هو السلايدر بتاع النويز، يعني شايف دي عملت لك خلفيه تانية خالص خالص. لو انت رحت بدل السويرلي خدت اللي احنا كنا واخدينها تربولنت شارب خلاص. يعني انا مش عاقل يعني. بصوا مش عايز الناس تفضل تعتمد على المشاريع الجاهزه يا جماعه، بتموت يعني، هتموت عقلك. المشاريع الجاهزه دي هتموت عقلك. انت جرب. يعني انا اللي انا بعمله ايه، انا جربت يعني بالمنظر ده، انا جربت شيل الانفرت، جربت شيل الانفرت، بس ايه يعني، شوف الانفرت لو انا حطيتها بتخلي لي المناطق الصغيره هي اللي فيها الضوء، وده اللي انا عايزه. يعني الحته دي لو انا عملت لها انفرت كده شكل تاني خالص. فالفكرة يا جماعة مش فكرة ان انا بشتغل كده وخلاص. الراندوم سيد، خلي الراندوم سيد دي يا عم 5 خلاص، هتدي لك اشكال تانية خالص للنويز. يعني هيبدأ يشتغل بشكل تاني خالص بمنظر زي ده. طيب تيجي اوريكم حاجة احسن.
تعالوا نروح نجيب افكت التربيولنت ديسبليس عشان اعمل عشوائية في الخطوط دي. شوف مجرد ما تحطه هات الديسبليس بدل ما اختار بقى زي ما انت عايز. يعني انا اخترت مثلا البلوج دي وقمت مثلا مزود الاماونت او الحجم بتاعه، بس خلي بالك بياخد وقت في الريندر، زود الاماونت بتاعه او زود قوه الديسبليس، قلل السايز. تمام، بص كده تحس ان هو شعاع نور ورا ازازه، ورا سطح ازاز يعني اهو. لو انا عملت زيرو من لوحه المفاتيح، شوف يا سيدي ادي انت عملت اكن في لوح ازاز قدام الخلفيه بتاعتك وانت عملته بايدك، مسموش ان انت رحت جبت بريسيت جاهزه، ولا انت رحت جبت خلفيه جاهزه ورحت رميها وشغال وانت اساسا ما تعرفش هي شغاله ازاي. ادي شكل من ضمن الاشكال. طبعا تغيير بقى في الفراكتال نويز، غير في السي سي تونر، غير في التربولنت ديسبليس، كل الكلام دوت خلاص تعرف تغير فيه ويدي لك اشكال تانية خالص 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 غير اللي انت شايفه دي. دي الكواليتي. ممكن تعمل هاي بحيث تديك الاماونت القوة. بص بقى ممكن اخد تويست، خلاص ادتني شكل. ممكن اخد تربولنت سموزر، ادتني شكل انعم. ممكن اخد تويست سموزر، تمام، ادتني شكل انعم. على فكرة زود دول واشتغل في دول الكومبلكستي الديتيلز، لو انا رفعتها لخمسة هتلاقي زازة الدغدغ بقى مكسر. طبعا خلي بالك هتاخد وقت رندر جامد. خلاص لو غيرت دي رجعتها زي ما كانت تاني هتبان قوي ان الازاز بدات الديتيلز بتاعته شفته وضحت قوي عن الاول. دي كانت الخلفيه الاولانيه اللي احنا عملناها النهارده. ان شاء الله فاضل لي معاكم 8 او 9 خلفيات كمان ونبقى قفلنا المرحله الاولى عشان نبدا في مرحله ايه الاكسبريشن. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.